ضمن خطة التطوير والنهوض بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين في محافظات جنوب القطاع، باشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمشفى الأمل بخان يونس العمل في قسم طب وجراحة العيون، وهو الأول من نوعه الذي تنجزه جمعية الهلال الأحمر في خان يونس بتمويل من الهلال الأحمر القطري. هي مرحلة جديدة أنجزنا فيها مجموعة من الأقسام، وهناك خطة شاملة لتطوير مستشفى الأمل في منطقة خان يونس لخدمة أبناء شعبنا في جنوب القطاع. هذا القسم هو قسم العيون، ويمكن بتلاحظوا الضغط اللي عليه، مما يعني أنه هناك حاجة لهذه الخدمة، خدمة جراحة العيون وخدمة طب العيون في المنطقة. احنا مسترشدين بالسياسة اللي أقرها سيادة الرئيس بخصوص توطين الخدمة، بنشوف وين في حاجة، ما هي الخدمة اللي شعبنا بحاجة لها، وبنحاول انه نغطي هذه الخدمات في المنطقة. وشارك في حفل الافتتاح الذي تقدمه رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتور يونس الخطيب إلى جانب محافظ خان يونس الدكتور أحمد الشيبي لفيف من الشخصيات الوطنية ومجموعة من الأطباء المتخصصين، حيث تجول الحضور في الأقسام المختلفة التي ستقدم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة. هذا القسم سوف يستطيع أن يؤدي كافة الخدمات الطبية بمجال العيون لكل المرضى، سواء كانت احتياجاتهم صعبة أو سهلة أو متوسطة. سيستطيع هذا القسم أن ينفذ عمليات جراحة الشبكية، جراحة الجزء الأمامي من العين، مية البيضة، الجلوكوما، كل العمليات حتى الإصابات الطارئة. أهم ما يميزه أنه يغطي احتياج موجود. نحن نعلم أن أكبر مزود هو وزارة الصحة في فلسطين، ولكن حتى في بعض العمليات هناك نقص شديد، وهذا القسم يأتي لسد هذا العجز. وتشمل الأقسام التي تم تجهيزها في مشفى الأمل إلى جانب طب وجراحة العيون غرفة للعمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بينما تم التوقيع على عقود مع أمهر أطباء الجراحة في تخصصات مختلفة، أهمها جراحة العيون لاحتياج محافظات جنوب القطاع لهذا التخصص. أنا جيت أنا ما بشوفش بعيني هذه ولا إشي ولا بصة، الحين أنا طلعت من المستشفى الأسبوع بشوف كل إشي، كنت ألبس نظارة بطلت ألبس نظارة. قسم جراحة العيون في مستشفى الأمل هو قسم مكون من أجهزة حديثة جدا وبإمكانيات ضخمة، تستطيع أن تعطي خدمة عالية لمرضى العيون في المنطقة الجنوبية وإن شاء الله في كل قطاع غزة. إنجاز هذا الصرح الطبي المميز في جمعية الهلال الأحمر بمحافظة خان يونس هو بكورة جهد من العمل الإنساني الدؤوب الذي قدمته الجمعية في مسيرة طويلة من العطاء المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية. حمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين، خان يونس.